المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، ومن خالفهم فلا. أسأل الله رب العالمين أن يثبت قلوبنا على دين. مثل هذا الكلام يقبله أحد؟ هذا الكلام في حق الأنبياء، في حق الأصحاب رضوان الله عليهم، هذا الكلام بخلق القرآن، هذا الكلام بوحدة الوجود، هذا الكلام بالاشتراكية، هذا الكلام وهذا الكلام يقبله مسلم عنده ذرو من العقيدة الصحيحة وهب من الانتساب إلى العلم الشريف؟ يا أهل السنة، في كل فج وبكل سبيل اتقوا الله واتفقوا على كلمة سواء، فإنه لن يضيرنا في شيء أن ننحي هذا وما كتب ناحية ونمضي إلى الأمام، فإن عندنا ما يغنينا بفضل الكريم الوهاب العلام. يا أهل السنة، في كل مكان وبكل سبيل اتقوا الله ولا تخدعوا المسلمين ولا تغشوهم. يا أهل السنة، يا من تنتسبون إلى السلفية، اتقوا الله، عودوا إلى الله، دلوا الشباب على ما هنالك من السوء، ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، عسى الله أن يتوب عليك. فما أكثر من ضل بسببكم، فثناؤكم ملحوظ لفظا وإشارة وكتابة وخط. اتقوا الله، لا تضلوا المسلمين، عودوا إلى الله واتفقوا على كلمة سواء، تحاكموا إلى الكتاب والسنة. فما هي القاعدة الأولى في هذه السلفية الشريفة؟ عودوا إلى الكتاب والسنة، وعلى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: أؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله، لا على مراد أحد من البشر. القرآن على مراد من تكلم به وأنزله، السنة على مراد من تكلم بها وأداها وهي الوحي الثاني. عودوا إلى الله وتداركوا شباب الأمة المسكين حتى ينصرف إلى العلم الحق والعبادة الصحيحة، لصالح من هذا الاختلاف، هذا التفرق، لصالح من؟ توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. الحق واضح جدا والخطأ بين جدا، لماذا العناد؟ لماذا الثورة والحماسة المتخذة هي التي تصرفكم وتأخذ بأزمتكم؟ وما كذلك ينبغي أن يكون أهل العلم، فإن العالم خاضع للدليل من الكتاب والسنة، العالم زمام قلبه بين يدي الشرع الأغر يصرفه كيف يشاء، العالم يتجرد لله ولا يدخل على مسألة من مسائل العلم بنتيجة مسبقة ثم يذهب يتقمم من أجل أن يبحث عن الأدلة التي تقيم نتيجته والمقدمات التي تؤدي إلى معيب نتيجته، لا يجوز. وإنما تجردوا، تجردوا وتأملوا، تفحصوا واعلموا أن الله رب العالمين كما أخبركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ضمن لكم أنه لا يمكن أن يتسلط عليكم من خارجكم من غيركم من يستبيح بيضتكم ويستأصل شأفتكم، مضمونة هذه كما أخبر الرسول. لا نخاف من أحد، لا نخاف من قوة على الأرض مهما كان. على ما تخافون؟ خافوا على المسلمين، على الشباب المساكين، دلوهم على الحق وعلى الخير، وتأملوا في القاعدة التي يدندن حولها الجمع كله: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهل عند السلف تفويت وتمشية مثل هذا الكلام؟ عند من؟ عند من؟ دلونا عليه. وإنا لبالانتظار، نسأل الله العزيز الغفار أن يردنا جميعا إلى الحق وأن يقيمنا عليه بعدما أن هدانا إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.